أول مرة أركب مع ولد. اعتبري نفسك بسيارتك. أخيرا لقيت أحد يبغاني. جالسين ساعة نستناكم ما بغيتوا. أمين خلنا نهرب بسرعة. إيش كنت جالس؟ لا تخافين هذول أصدقائي. أمين ليش الباب ما ينفتح؟ إيه شكلي حطيت قفل الأطفال بالغلط. أنتي أسهل واحدة طاحت في يدينا. صدقين كلش ما تشكين بأي شيء. كملي لا تنفي سوي أي شيء بس لا تستسلمين. أحد يساعدني أحد ينقذني. خليك سهل عشان صير سهلين معك. لو وقفتني نهايتي. أقول لك وقفي أحسن لك يا البزر. قفل الباب انفتح أكيد بيمسكوني. حمارة تتفرج انزل امسكها. لا تفكرين اهربي بس. سكرت على يدي. هذا حلم اكي. مستحيل انا بالذات يصير لي هالشيء. مستحيل اقدر اهربي. سكرت مرة ثانية. غريبة حلا ليش داقة هالوقت؟ اوه من داق عليك بنص الليل؟ الواحد بهالبيت ما يرتاح؟ حلا بنتي متصلة شكل عندها. اسمعي اقسم بالله اسمع ازعاج زيادة لا قطك بالشارع. سكرت بوجهي. فكاهكم ليش جبتوني هالدنيا؟ ليش تعبوني كذا؟ اكرهكم اكرهكم. ليش كلكم حياتكم احسن من حياتي؟ ليش ما حد يرحمني؟ أكره العالم هذا كله. أتمنى كلكم تعانون زيي. ليش هذا الصوت؟ أسمع صوت خطوات. انزلوا عشان يدوروني. المفروض تكون بهالمكان. معقول قدرت تهرب بعد ما طاحت من هالارتفاع؟ أوه يا كثر كلامك اللي بدون فايدة. دورها بسرعة تلقاها طايحة مو بقادرة تتحرك. أطلع أقول لهم أني كلمت الشرطة وأخوفهم أو أتخبى لين يروحون. لا تتحركين خليك هادية سيطرح لنفسك. فهد اتوقع يدي انكسرت ما اقدر احركها. خلنا نروح المستشفى ندور لنا ضحية بعدين. وانت وظيفتك تخرب كل شيء اسويه. يلا مشينا. راح وخلاص. تحتاجين أحد تفضفضين له؟ تحركي تحركي تحركي. الشطرة وينها؟ يا لال وين راحت ذي؟ تبي نلعب معك حمشة؟ أبي الوقت يرجع. أبي أرجع غرفتي. أبي أرجع حزينة بغرفتي. بس أبي أرجع تكفون. أبي فرصة ثانية والله. بس تكفون.
هالحركات، خليني ادق عليها. بعد مو بقادر ترد، يكون صار لك شيء. لا ولا شيء، كنت اجرب السكرات بس. وهو اشوى حسبت فيك شيء. You just close your eyes when you wish to be free. You look up to the sky and call on me. Then the propeller in the sky take away the gray. Turn the roof to a floor on a Saturday. Call in the night, you do what I say. I'm just a getaway, I'm just your getaway. I'll make you warm if it's chilly and I probably make you say things you wouldn't do normally. I'm like a 9-to-5 job, but you work for me. I'm your getaway, cause you can get away. ما قد ضحكت بهذه الطريقة. خل شيك على موقعها بالسناب. لحظة، ايش طلعناها بالسيارة ورايحة للمنطقة المهجورة بالمدينة؟ حالة مستحيل تكذب علي، كل اسرارها عندي. لو يكون احد ماخذ جوالها، بس لو مسروق جوالها ليش بتكون علي؟ حالة اكيد بخطر. فكري يا هنوف فكري. لحظة، يكلمتني عن امين وانا يبغى يقابلها وانخطفت زي باقي البنات. شيهانة كانت صادقة. خير ان شاء الله، ليش دق 20 مرة؟ شيهانة، هلا مو موجودة ببيتها، في احد يكلمني من جوالها بشكل مريب، اتوقع انها بخطر كبير. ايش؟ اخيرا خلصنا اصعب جزء بالخطة، الحين جاء وقت النتائج. وش ناويين تسوون فيني؟ بنطلب فدية من اهلك 500,000 مقابل اطلاق سراحك بدون مشاكل ولا فضايح. عندهم حد لين الفجر يحولون الفلوس، غير هالكلام ما عندي. ولو ما قدروا يعطونكم ايش بيكون مصيري؟ لا تخافين، انا دايم عندي حلول. والحين نكلم ابوك لنقل الاخبار السارة. شفي ذا ليش ما يرد؟ هو مسافر، عنده مشاريع برا ومشغول، ما اتوقع يرد علي. يلا نجرب نكلم امك اجل. ايش فيهم ذولي ما يردون؟ يعني ما لاحظوا انك مختفية للحين؟ ممكن نايمين خلاص، مدد المهلة لبكرة الظهر، نطلب منهم مليون هالمرة. ما راح مدد شيء، الفلوس جايتني قبل الفجر يعني جايتني. لحظة، كلم زوجة ابوي، هي عندها حساب ابوي بالبنك. هلو، من معي؟ احنا اخذنا بنتك، اذا تبينها ترجع لك عندنا طلب صغير. ايش قلت؟ اخذتوا بنتي مني؟ تدفون لا تسوون لها شيء، علموني وش تبون بس. اذا تبين بنتك حلا ترجع البيت اليوم، نفي اوامرنا. لحظة، بنتي حلا؟ اها، انتم ماسكين حالة بنت زوجي. ايه استدرجتها تطلع معي، والحين هي رهينة عندي. طالعة موحل، يعني ما كانت رايحة لامها. والله اني داري. طيب يا قفيطة زمانك، عندك مولة للفجر تحولين 500,000، فاهمة؟ وليش المفروض اساعد وحدة قذرة زيها؟ والله كنت ناوية اروح لامي، لكن هي سحبت. يا ليل النفاق، خلاص بطلي تمثيل البراءة المعفنة هذه. تكلمين عيال وتطلعين معاهم وتكذبين علي وعلى أمك، والحين بعد ما تورطتي تجريني للمزبلة حقتك وتبيني أساعدك؟ أنت عار على أهلك وعلى كل اللي حولك، وتستاهلين اللي صار لك. صادقة، أنا وسخة، أستاهل هالمصير. وأنتم إذا دقيتوا علي مرة ثانية بكلم الشرطة. لو كلمتيهم بتشوفين. اوه، ما لقيت اطيح الا بالاشكال هذه، يعني كل تعبي راح على الفاضي. بالعكس، هذه احسن فرصه. ما فهمت ايش قصدك. اهلها ما يهتمون وما يدورونها حتى، ليش ما نبيعها؟ انت عارف الكليه الواحده كم تجيب؟ والله انك كفو، جبتها. لحظه، كانت خطه الخوف هلا ويحولون الفلوس وبس. وش اللي نبيع؟ مجانين انتم؟ بكون ورطه مو طبيعيه لو انقفطنا. الخطه كانت اننا نجيب فلوس، مو مهم كيف. بكلم واحد يعرف ناس بهالمجال، بشوف لو يمديه يزبطنا. اسمع، خلك عندها، انا بروح معاها اشوف وش الخطه وبرجع. هيه انتي حرك، لازم تطلعين من هنا، دولي مجانين. ما كان المفروض ورط نفسي بهالمهزله. بفكك وبروح اشغلهم، وانتي دبري عمرك واطلعي من المكان. ليش يساعدني؟ وش هدفه؟ ما اروح اخلي حياتي تتدمر بسبب واحدة رخيصة زيك. كيف تخوني كذا؟ ما تدري اني مسكين واحتاج الفلوس؟ واحدة